الفيديو ده للناس الانطوائيه اللي ما بتعرفش حد او مش عامله شله صحاب او ما بتتعرفش على ناس جديده. ففي الفيديو ده هنحاول نثبت لهم الحاجات اللي هيستفادوها لما يجي يتعرفوا على ناس جديده. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كريم عفه، بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا ندخل على طول على الفيديو. وحشتني قوي المقدمه دي. من اكتر الحاجات اللي بتكتسبها لما تيجي تتعرف على ناس جديده ان انت بيبقى عندك فكر جديد، اراء جديده، ستايل لبس جديد او ستايل لبس مختلف عن اللي انت عارفه، او باشون مختلف عن اللي انت المفروض كان عندك، بيجي لك افكار جديده. الحوار حلو جدا على فكره، ولو انت جيت كده عملت كده فوكس على الناس اللي عندهم صحاب كتيره او شله صحاب كده، بتلاقيهم مكتسبين كده ثقه في نفسهم كده، عندهم ثقه لا متناهيه في نفسهم، غير الناس الانطوائيه كده لوحدها ان هي ما بتروحش الجامعه مع حد او ما عندهاش صحاب، او اللي هي بتفضل اللي هي كل لوحدها، بتحس ان ثقتها قليله في نفسها كده شويه. فانت ليه ما تتعرفش على ناس جديده وممكن فعلا حرفيا يكونوا هم دول اصلا صحابك او شلتك اللي انت تكمل معاهم العمر كله؟ انا عارف ان المقدمه كبيره شويه، بس انا النهارده جايب لك 6 حاجات تعملهم علشان تكتسب الناس او الناس تتشد لك اكتر. فيلا بينا على اول حاجه. اول حاجه، حاول تروح اماكن جديده غير الاماكن اللي انت بتروحها دايما. ده يخليك تتعرف على نسبه صحاب اكتر، وتتعرف على افكار جديده وستايل جديد المكان اللي انت بتقعد فيه، ويمكن يعجبك ويمكن فعلا تلاقي الصحاب اللي انت فعلا تكمل معاهم على طول. فاول حاجه انك تروح اماكن جديده انت ما رحتهاش قبل كده. تاني حاجه، حاول تعمل حاجات انت مش متعود انك تعملها، زي مثلا انك تروح مكتبه او انك تروح جيم او انك تروح نادي، حاجات انت مش متعود ان انت تعملها. فده بيديك نسبه ان انت تعرف ناس في المجال ده، يبقى انت جاي اتعرفت على حاجه جديده وتعرفت على ناس عندهم نفس المجال اللي هو مش عندك اصلا، فانت جاي اكتسبت كده حاجات. فهي مقارنه من كذا حاجه كده، فانت حاول تعمل حاجات اللي انت مش متعود تعملها. ساعات كده بتلاقي كده صاحبك بيقول لك والله انا الشله بتاعتي نازلين مثلا النهارده في المكان الفلاني، طب ما تيجي معانا؟ فانت بتقول له لا يا عم انا ما اعرفهمش والكلام ده. وده ينقلنا للمرحله الثالثه، انك تقبل كل العروض لو انت فاضي. فاضي ما بتعملش حاجه وصاحبك بيقول لك تعالى معانا انا وشلتي، ليه لا؟ ليه ما تنزلش وتقبل العرض ده؟ انت فكره اصلا انت هتروح مع شلته، فانت هتتعرف على ناس جديده، هتتعرف على اصحابه، الفكره حلوه، انت ليه ما تقبلش اصلا العرض ده؟ فاقبل العرض لو انت فاضي وانزل، لو انت مش فاضي لا. وانا اتكلمت على الفيديو ده قبل كده، ازاي تقول لا في الاوقات اللي انت مش فاضي فيها، هتلاقيه هنا او هنا، هيعجبك جدا. بس لو انت مش عندك حاجه وفاضي ما تقبل العرض وتنزل. رابع حاجه بقى، ده اهم من اللي انا قلته ده كله، انك تضحك، تضحك في وش الناس اللي بتكلمك. لو انت رحت مع الناس او قابلت العرض او رحت اماكن جديده او عملت حاجات انت ما عملتهاش قبل كده، ورحت وقابلت الناس وما ضحكتش وبقيت رخم كده، محدش هيصاحبك. فانت ليه ما تخلي ضحكتك على وشك، واللي هو مش اهبل بتضحك وخلاص، لا خلي وانت بتتكلم يبقى عندك ضحكه كده خفيفه، تبقى ذوق اللي هو والله لبسك شيك، والله فكرك حلو، والله فكرك عجبني. ده بيخلي الناس تعجب بيك اكتر، واللي تبقى حابه اللي تتعرف عليك اكتر. يا عم جامد، مش لازم، ممكن يكون اصلا هو شكله معفن، بس قول له شكلك حلو وستايلك حلو، ده بيخلي الناس تتعرف عليك اكتر وتحبك اكتر. وده ينقلنا على خامس حاجه، انك تبدا الكلام، ما تبقاش قاعد ساكت مربع كده ما بتعملش اي حاجه خالص، لا حاول تبدا الكلام، تقول اراء، تتكلم في المواضيع اللي هم بيتكلموا فيها، تدي اراء معينه في الحاجه اللي هم حاول تتكلم، ما تبقاش قاعد كده ما بتعملش اي حاجه خالص، حاول تتجاوب كده معاهم كده وتبقى ناشط كده معاهم. سادس حاجه وهي مهمه جدا جدا جدا، انك تكون نفسك. هتمثل شخصيه معينه انك راجل عارف كل حاجه وانت اصلا مش عارف اي حاجه، ماشي هي حلوه، بس التمثيل ده مش هيستمر كتير، دايما هتلاقي نفسك انت في صعوبه ان انت بتمثل. فليه تمثل اصلا وتبقى حد تاني، وممكن تكون شخصيتك اصلا احسن من الشخصيه اللي انت بتمثلها دي؟ فخليك نفسك وما تخليش حد تاني هو اللي يتحكم فيك، خليك نفسك وتبقى انت قاعد بارائك انت بفكرك انت، حتى لو هم ما عجبهمش الاراء دي او الفكره دي عادي، روح شوف شله تانيه، بس اهم حاجه خليك نفسك. ودول 6 حاجات لو عملتهم تعرضك انك تعرف ناس جديده او شله جديده هتبقى بنسبه عاليه جدا، غير لو انت ما عملتهمش. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للحاجات اللي هتظهر هنا دي جدا. هيجي لك اي ابديت في حياتي، اذا كان انستجرام او تويتر او اي حاجه، هيجي لك اي ابديت. ودلوقتي احنا وصلنا ل 2100 سبسكرايب، فعاش جدا جدا جدا، انا مش عارف والله العظيم اقول لكم ايه. فاحنا دلوقتي هدفنا ان احنا نوصل 5000 سبسكرايب. تقدروا تعملوها ولا لا؟ انتوا عملتوها، وعيد ميلادي كان يوم 22 اللي فات ووصلت ال 2000، فشكرا جدا ليكم. فانا متاكد ان انتوا هتعملوها. ولو عجبك الفيديو سبسكرايب وشير عشان تنفع صحابك الانطوائيين كده اللي هم ما بيروحوش في اي حته وما بتعرفوش على اي حد. وكالعاده دوس كوتش، السلام عليكم.